مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. في عام 2008 ظهر منشور مثير للاهتمام على إحدى المنتديات الأمريكية. قال مؤلفه وهو جندي شاب أنه سيتزوج فتاة أحلامه. قصته الحية المليئة بالمشاعر عن حبيبته وعلاقته بها، وأرفق الشاب مجموعة من الصور من حفل الزفاف. لكن الجندي الشاب لم يكن يعلم أن هذه الصور ستنتشر على الفور في جميع أنحاء الشبكة. بالمناسبة هذا ليس غريبا على الإطلاق، لأن الصور أظهرت شابا ضعيفا بابتسامة مشرقة وعروسه التي يبلغ وزنها 120 كيلوغراما بمظهر غير عادي. وبعد رؤيته على مواقع التواصل اعتقد الكثيرون أنه كان حفلا مزيفا. بدا هؤلاء العشاق غير عاديين في صورة غير عادية، أو عمل شخص بمهارة مع فوتوشوب. ظهرت مثل هذه الأسئلة في الشبكات، وقد بدا للكثيرين أن هذين الزوجين على أي حال لن يكون معا لفترة طويلة. لكن دعنا نتحدث عن كل شيء بالترتيب. قبل أن نبدأ لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. التقى الزوجين في عام 2008 في عيد ميلاد صديق مشترك في نفس المساء. لفت انتباه الشاب إلى فتاة مريحة، وبالفعل في نهاية الحفل تبادلوا أرقام الهواتف وتحدثوا لستة أشهر مع استدعاء من حين لآخر. لكن كل شيء كما يقولون يدور. حينها قرر الرجل إجراء لقاء لأول مرة والذهاب إلى السينما. كما كتب العريس لاحقا، وقعوا في حب بعضهم البعض حرفيا بعد عدة لقاءات. وبعد شهرين الرجل جاء لزيارة الفتاة وطلب منها الزواج. وأعتقد كما فهمت بالفعل أجابت بنعم، وكان سيكون كل شيء على ما يرام. لكن قصة هذين الزوجين غير العاديين بعد نشر الصور من حفل الزفاف أحدثت ضجة كبيرة، لدرجة أنه تم الحديث عنها حرفيا في جميع أنحاء العالم. كانت الصور المتنوعة مصحوبة بتعليقات العريس. لذلك في إحدى الصور التي تم التقاطها وهم يظهرون، وفي الأخرى وقف العروسين مبتسمين محاطين بزملائهم. أثناء عرض كعكة الزفاف للناس تفاخر الرجل بنصفه. كان من الواضح أن الوقت قد حال ليكون سعداء، وكانت عيونهم تلمع من السعادة. لكن كما يحدث في كثير من الأحيان ناتاشا لم تكن كسولة وشاركت صورة في مجموعة فكاهية، مما يجعلها هدفا للسخرية. في البداية كان رد فعل الأسرة الشابة مؤلما للغاية تجاه رد الفعل هذا لمستخدمي الانترنت، ولكن بمرور الوقت توقفوا عن القلق بشأن هذا الأمر. وإلى جانب ذلك فهمهم أنفسهم أنهم زوجان رائعين للغاية وغير عاديين. وبمرور الوقت اعتادوا على تلك النكت الشعبية واللاذعة، حتى أنه بدأ يعجبهم أنهم تم التعرف عليهم في الشوارع وطلبوا تصويرهم معا. كان المظهر الاستثنائي للعروس والعريس مدهش، ولم يكن أحدا كسولا جدا للتعبير عن رأيه. على مر السنين تمكنت هذه المجموعة من الصور من السفر عبر الانترنت بالكامل، مما تسببت في مجموعة متنوعة من المشاعر لدى الناس. شعر البعض بالرعب من ظهور الزوجين، وتساءلوا عما إذا كان الجندي الشاب يشعر بالأسف على هذه الزوجة. والبعض الآخر على عكس من ذلك يسعد للزوجين. وبالنسبة لكثير من الناس كانت هذه بمثابة دليل آخر من قوة الحب المذهلة. ولكن مهما كان الأمر ومهما قيل من قبل خبراء الأريكة الناس الكسالى، فبعد سنوات عديدة وجدت قصة الزوجين غير العاديين استمرارا دائما. كما اتضح لاحقا لعبت الشعبية دورا كبيرا في حياتهم. زاد عدد الأشخاص المهتمين بمصير الزوجين كل يوم، وأصبح مصدر دخل غير عادي متوقع للعائلة الشابة. بدأ المتزوجين حديثا في دعوتهم في جميع أنواع الأحداث، وقفز هذا بهم إلى ذروة نجوم العالم. بالنسبة للأسرة فاجأ الزوجين أيضا الجميع، فلم يتمكنوا فقط من السير في هذه الطريق الصعبة للغاية وفي نفس الوقت البقاء معا، بل قاموا أيضا بتقوية الروابط الأسرية. ففي أسرتهم ظهر طفل رضيع، ويكبر الابن الصغير على نسخة طبق الأصل من والده، الذي بعد أسبوعين من الخدمة العسكرية يأتي في إجازة لمدة أسبوعين، حيث ينتظره دائما شخصان محبوبان. هاتان الصورتان الأخيرتان اللتان تم نشرهما على الشبكة. على إحداهما العروس تبتسم بتعب في العدسة، وهي تمسك بلطف الطفل حديث الولادة. ومن ناحية أخرى يتظاهر الوالدان الفخوران بابن بالغ إلى حد ما،
وعلى الرغم من حقيقة أن الزوجين على دراية بشعبيتهما في الشبكة، إلا أنهما لا يزالان يعيشان في وئام تام مع ابنهما ونكات من حولهما لا تزعجهما على الإطلاق. وحتى لو قبل عدة سنوات عندما نشر الرجل صورة لأول مرة على الإنترنت، أدان الكثيرون اختيارهم، واليوم لا يسعى المرء إلا أن يحسد. لم يتمكن الزوجان فقط من الحفاظ على الاحترام والتفاهم المتبادل، ولكنهما قاما أيضا بتعليم المشككين درسا غير متوقع وهام. أحب نفسك كما أنت وكن سعيدا بغض النظر عن أي شيء، بل وأكثر من ذلك لتستمع لرأي أولئك الذين يريدون التخلص من أنفسهم أثناء جلوسهم في المنزل على الأريكة أمام الشاشة ويكتبون أي شيء. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن تكون هذه القصة الرائعة قد نالت إعجابكم وأن تكونوا قد استفدتم من العبرة منها. نراكم بالفيديو المقبل.